شك طبعا. تعالى ناخد شويه اسئله يلا من اصدقائنا المشاهدين والمتابعين في هاشتاجنا حارس الاهلي مع طارق العش. يلا بينا اطلعوا بالرساله الاولى. علي ابو البنات حبيبه وحلا وحور العين، ربنا يخليهم لك يا رب، يكون سبب في دخولك الجنه. تحياتي لحضرتك كابتن شوبير، وتحياتي للكابتن طارق العشري ابن بلد اسكندراني جدع. كابتن طارق، حضرتك دربت فرق كتير وعملت معاهم انجازات كويسه، ليه مع النادي الاتحاد السكندري السنه اللي فاتت ما حققتش ده؟ وهل السبب ان الاتحاد فريق جماهيري ولا ما كانش فيه مسانده ولا فيه اسباب تانية؟ يلا. لا احنا كنا ماشيين كويس جدا يعني في الدور الاولاني وحققنا نتائج كبيره جدا. صحيح. ايه اللي حصل؟ وبعدين حصل زي ما بيحصل مع كل انديه دروب للفرقه، وانت عارف لما بيحصل دروب الجماهير بتنقلب بشكل كبير جدا جدا. انقلبت علينا يعني، واللي انا ما كنتش اتمناه في التلفظ زعلت طبعا، زعلت كتير جدا. انا اتجرحت من جوايا، اتجرحت طبعا لما بحس ان دي جماهير ناديه يعني بتوجه لي بتهاجمني بشكل بشكل مش يعني مش انا ما كنتش وانا بلعب ما كنتش بتهاجم كده خالص. ففي الوقت اللي انت يعني محقق فيه يعني شيء جيد يعني الفرقه خدت باين بونت بعد ما انت مشيت او بونتين بالظبط، كانت بونتين بكتير، فتسع ماتشات باين بس انت وصلت لحاله لحاله عدم شغف ايوه في التواجد حتى داخل ولذلك لما اعتذرت الحاج محمد، انت اعتذرت اكتر من مره، اعتذرت اكتر من مره يعني، خاصه يعني بعد الهجوم اللي حصل من الجماهير بشكل كبير جدا. شايف انه هجوم موجه ولا كان عفوي ولا كان ايه؟ لا مش عفوي طبعا، مش عفوي، مش عفوي. في جماهير كتيره جدا بتحب النادي ما بتجرحش في ابناء النادي. نعم. يعني للاسف يعني انا متذكر الكابتن محمد عمر برضو تهاجم بشكل كبير جدا. هو كابتن طلعت يوسف. نعم مظبوط. كابتن محمد عمر ساب الماتش. ساب الماتش والماتش شغال وخرج. ومشي فيعني انت لازم تحافظ على رموز النادي. نعم. خاصة احنا جايين بنخدم النادي، مرة هننجح، مرة هنفشل. صحيح. والتارجت بتاع النادي الاتحاد بنحاول بقدر الامكان، انا بقول لك مع حرس الحدود يا كابتن من 2000 ست سنوات ل 2011 اتنقل، كان في من الفترة الفترة الأولى كانت فترة تذبذب كبير جدا وعلى يدك يا كابتن. نعم. تمام؟ لكن حصل استقرار بعد كده والتمسك بالإدارة الفنية والدعم الإداري نتج عنه ان حرس الحدود اصبح من الفرق القويه. صحيح. اللي حصلت على بطوله وفي الاخر نفذت على بطوله الدوري. الكلام تم في 11 سنه، ما تمش في سنه واحده. ده صحيح. سنه واحده عاوز تاخد بطوله الدوري، وسنه واحده عاوز تنافس على بطوله الرابطه، وسنه واحده عاوز تاخد بطوله الكاس. مش كل ده، مش كل ده، وخاصه ان الكواليتي بتاع اللاعبين المتواجدين انت بتبني فريق وكل سنه بتحاول تدعمه عشان توصل للتارجت اللي انت عاوزه. شغال على ده انت؟ كنت شغال. انا عارف انه محمد صلحي حاول اكتر من مره اقنعك بالبقاء. لا، علاقتي بالحاج محمد يعني علاقه كبيره جدا، علاقه اخويه. علاقه اخويه. نعم. ويمكن انا في فتره يعني في ماتش من الماتشات بعد ماتش المقاولين حاولت بقدر الامكان ان انا يعني ان انا امشي، وهو صراحه تمسك بيا، ولكن في الاخر يعني خلاص. انت الدنيا بتوصل لطريق مسدود، فانت لازم بتبعد عن بس ليك عتاب على جمهور اسكندريه طبعا. يعني على بعض عشان نكون على بعض طبعا. لان يعني مش الجمهور الحقيقي اللي بيحب نادي الاتحاد اللي بيهين رموزه. نعم. طيب ناخد الرساله اللي بعد كده. هبه صديقتنا الدائمه، مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك، تحياتي الكابتن طارق العشري. سؤالي كابتن طارق، هل كان يتمنى يدرب الاهلي؟ الراجل قال. هل مواجهته مع الاهلي تختلف عن مواجهته مع الزمالك؟ وايه الفرق وازاي بيحضر لهذه المواجهات؟ مواجهات كبيره، هم الفرقتين صراحه يعني الفرقتين. يعني لما بتيجي تواجه النادي الاهلي مفيش شك لابد ان يكون محضر في كل شيء. نعم. مفيش، لان المباراه بتتوقف على تفاصيل صغيره جدا. النادي الاهلي او نادي الزمالك، لان المباراه ديت اللي بتقدمك للجمهور كمدرب. نعم. بتقدمك للجمهور كلاعب. نعم. فانت ما بتبقاش فيها يعني صراحه، انا مع اللاعبين ما باخدش وقت كبير جدا في التحفيز، لان هم محفزين اوريدي يعني. واخد بالك، مستعدين للجوله وتلاقيهم المباراه الوحيده اللي بيناموا فيها بدري محافظين على التايمنج في الحضور. طب ناخد كمان ثلاث رسائل. احمد رمضان، انا اهلاوي حبيت الاهلي بسبب كابتن شوبير، لانك كنت وما زلت رمز عظيم، بلغ كابتن عشري احترامنا وحبنا ليه حتى لو كان منافس. بشكرك يا ابو حميد، شكرا جزيلا. الرسائل دي اكيد تساعدك قوي طبعا، في الشك طبعا. طبعا انا كل الناس صراحه في الشارع اهلاويه زملكاويه يعني في ود، الحمد لله. الحمد لله، شكرا لله. اللي بعده،
لبيب احمد، يكفينا احترامه وتقديره الاهلي، فهو مدرب محترم صاحب كلمه حق. احب اساله عن تقييمه للنادي الاهلي في المباريات وعن اداء لعيبته هذا الموسم. هستضيف حاجه على علقتها على النادي الاهلي؟ لا احنا قلنا يعني هم ماشي كويس جدا عن طريق البطولات القاريه سواء الانتر كونتيننتال او البطولات الافريقيه، في تذبذب شويه في المباريات المحليه. المباريات المحليه اللي بعده. شيماء عثمان، مساء الخير كابتن شوبير، كابتن طارق العشري اللي منور قناه الاهلي. اولا كابتن طارق، شايف مستوى النادي الاهلي السنه دي ازاي؟ كابتن طارق قال سنان ليه كابتن طارق بيعتمد على الطرق الدفاعيه البحته مع انه خير وسيله للدفاع الهجوم، والطرق الدفاعيه معروف عنها الملل، وهل دي مدرسه خاصه بالكابتن طارق ولا بيفرضوا ولا ده بيفرضوا عليه نوعيه اللاعبين؟ يعني ممكن المدرسه تختلف لو كابتن طارق درب فريق كبير. طيب رجع لي بقى كده، هنبقى نرجع الرسائل بعد كده، بس سؤال حلو. حلو صح. انت مدرب دفاعي؟ مظلوم صراحة. مظلوم والله، مظلوم والله. طب احكي. مظلوم يعني. يلا دافع عن أولاً نفسك. اولا اللي بيفرق مفيش شك طبعا الكواليتي بتاع اللاعبين. نعم. انت لما وانا دايما يعني حتى في احاديث بقول انا مدرب واقعي، لما بقابل النادي الاهلي بقيمه النادي الاهلي، بلعيبه النادي الاهلي، بقوه النادي الاهلي، النادي الاول في مصر والنادي اللي بيلعب بطولات، وانا مثلا ماسك فريق يعني في التارجت بتاعه محدود، لعيبته اللعيبه بتاعته محدود، فلازم على الاقل بدور ان انا لازم على الاقل ان ما افتحش المباراه، لان مباراه النادي الاهلي، النادي الاهلي عاوز يلعب مفتوح عشان يقدر يكسب، فبضطر ان انا اتمركز الدفاع كويس واعتمد على جزئيات بسيطه سواء في ضربه ركنيه، مرتدات، تستطيع انك تعمل بيها الفارق مع فرق كبيره زي ديت. لكن لو فتحت مفيش شك يعني صحيح الغله هتزيد. ايوه صح صح صح, صح. فيعني خلينا نتفق ان اللي بيتحكم في المواقف الدفاعيه والهجوميه يعني انك لا تبقى تاخد مبدا الهجوم الكواليتي بتاع اللاعبين. صح تمام. لما احنا امتلكنا حرس الحدود فريق جيد، كنا بنهاجم 12 مباراه، كنا بنهاجم وندافع. نعم. نعم. تمام. وبعدين انا عاوز اوصل مفهوم. ايوه. المفهوم ان المباراه فيها حالتين. ايوه. حاله دفاعيه جيده وحاله هجوميه كبيره، لكن كيفيه انك تقوم بالادوار الدفاعيه جيده في اغلاق المساحات امام فريق بحجم زي النادي الاهلي مثلا، وغلق المساحات امام لاعبين بقيمه النادي الاهلي، واستغلال المساحات في خلفيات لما تكسب كرتك، هي دي العامل الفارق. صحيح. انك ازاي تدافع بشكل كويس، وازاي لما تمتلك الكره تهاجم بشكل كويس. يلا نختم بشويه من رسائل الساده المشاهدين، يلا بينا. عبد الرحمن وهبان، مساء الخير على حارسنا الامين وعلى كل جماهير قناتنا وبيت الاهلاويه الكبير. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكابتن طارق العشري، بلدياتي من كفر الدوار وجاري القديم. كنت عايز اسال كابتن طارق عن رايه في اداء الاهلي الاخير، وهل يا ترى الاهلي محتاج ايه عشان يقدر ينافس على كاس التحدي ونهائي الانتر كونتيننتال وبطوله كاس العالم 2025؟ محتاج ايه الاهلي؟ محتاج جاهزية، وان هو يكون جاهز للبطولات الكبيرة جدا اللي هي كاس التحدي وبطولة كاس العالم، خاصة بكرة القرعة ان شاء الله. ان شاء الله يعني تبقى القرعة بتاعته حلوة يا رب، واخد بالك. ف يعني محتاج يرجع لمستواه خاصة على صعيد الدوري. نعم. بشكل كبير جدا يعني الناس كلها وجماهير. محتاج لعيبة؟ محتاج مراكز؟ محتاج مراكز؟ لا ما اعتقدش محتاج مراكز صراحة. اللي بعده محمود عاشور الرومالي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كابتن احمد شوبير، سؤالي كابتن طارق، ايه هي كتير اكتر مفترض ايه هي اكتر مباراه إيه اكتر مباراه في الدوري اتظلمت فيها؟ انا اتظلمت كل مباراه الدوري. لا مباراه وقع عليك ظلم والله مش متذكر. ظلم ظلم مش متذكر. لا مش متذكر والله يا كابتن، يعني ما اصل ما فيش مباراه فيها ظلم. ما فيش مباريات فيها ظلم. ممكن يكون فيها خطا في لكن يعني بدون قصد يعني. نعم. لكن مباراه حرس الحدود. ايوه. لما رحت انت بتتكلم على الفتر الصغيره ديت اللي فيها نزل حرس الحدود. أيوة. كنا مع اسوان. ايوه. ضربه ركنيه اللي اتحسبت وجا فيها الجون بتاع اسوان بقيته واحنا نزلنا. ضربه ركنيه ما كانتش ضربه ركنيه. ما كانتش ضربه ركنيه. خالص. واتحسبت ضربه ركنيه عشان تيجي لاسوان. سبحان الله. طيب اللي بعديه اخر رساله، ايمن محمد، لاعبك المفضل في الدوري حبيبي يا كابتن شوبير. انا خلصت الاسئله هنا، تعالى لي بقى. مين لاعبك المفضل في الدوري؟ ممكن تقول اكتر من لاعب. انا صراحه يعني بحب الواد امام قوي صراحه. امام عاشور. بحبه لانه يعني من ولادك. من ولادك. وبرضه بحب قفشه.
بحب زيزو صراحه. زيزو من اللعيبه اكيد بقى كنت بحب جدا جدا يعني حمدي، حمدي فتحي لعيبه جيده جدا كلهم ولادك، وكمان اخلاقيا جيد لا ده من الناس المتربيه جميل، واخلاقيا يعني من الناس اللي احتذى بيه بصراحه يعني.